بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي نتكلم عن اللي إيه سنتر ريليشن. إحنا ابتدينا قلنا جو ريليشن شيبس تشمل الأورينتيشن جو ريليشن، إن إحنا بنسجل الريليشن بتوين ذا ماكسيلا أند ريفرنس بلين إن ذا كرينيوم and transfer this relation to the articulator unchanged and we do mounting to the maxillary cast. يبقى بنعمل mounting maxillary cast ب Facebook record. بعد كده بنعمل centric relation record at the predetermined vertical dimension ونعمل mounting للايه؟ للmandibular cast. يبقى احنا عندنا جو ريليشن، اول حاجه orientation جو ريليشن، تاني حاجه vertical dimension، تالت حاجة horizontal relation. horizontal relation تشمل eccentric relation وال eccentric jaw relations. اللي قلنا ال orientation jaw relationship عشان احنا نعمل mounting maxillary cast، وال eccentric relation عشان نعمل mounting mandibular cast. بعد كده نعمل eccentric jaw relationship ونعمل adjustment للcondylar guidances of the articulator. طيب نبتدي في السنتريك ريليشن. ده احنا بنقول سنتريك ريليشن، ريليشن قلنا يعني ايه؟ ريليشن بتوين ابر اند لور جو. سنتريك توحي بايه؟ توحي بان هي ذا موست امبورتانت بوزيشن. السنتريك ريليشن دي ذا موست امبورتانت بوزيشن. وطبعا هي ريكوردنج اوف سنتريك ريليشن هو كي اوف سكسس فور بروسودونتيك تريتمنت and the key of success for treatment of temporomandibular joint disorders اللي هي TMDs. هنقول عليها اختصارا TMDs. Definition of centric relation. Centric relation is a relationship of the mandible to maxilla، هي علاقة بين mandible و maxilla، when the properly aligned condyle disc assembly. يبقى عندنا الكوندايل والديسك الاثنين مع بعض بروبرلي الايند، يعني الكوندايل الديسك بروبرلي الايند على الكوندايل الاثنين مع بعض ار ان ذا موست سوبيريور بوزيشن. يبقى الكوندايل والديسك ان موست سوبيريور بوزيشن اجينست ذا ايمينيشن، يعني تو ان كونتاكت تو ذا ايمينانس. ايمينيشن هنا جمع يعني بوث سايدز مش وان سايد، رايت اند ليفت سايدز، عشان كده ايمينيشن. irrespective to vertical dimension or to position. من التعريف ده نقدر نحط خمسة criteria for centric relation. هنقولهم الأول إجمالا وبعد كده نبتدي نفصل واحدة واحدة. The disc is properly aligned on both condyles. يبقى disc properly aligned in both condyles، لازم في الناحيتين، وبروبر الالايند هتشوف ازاي البروبر الالايند دي تبقى شكلها ايه. The condyle disc assembly يعني الاثنين مع بعض in the highest point possible against the posterior slope of the emination، يعني في الابر موست بوزيشن وان كونتاكت في تو ذا emination، والامينيشن anterior يبقى موست ابر موست موست anterior. Medial pole of each condyle disc assembly is braced by bone. يعني الكوندايل medially braced by bone. Inferior lateral pterygoid muscle have released contraction and are passive. لازم عشان نوصل للcentric relation ضروري الinferior lateral pterygoid muscle تكون released. TMJs accept firm compressive loading with no signs of tenderness or tension. نبتدي بقى نفصل الخمس كريتيريا دي واحدة واحدة. Alignment أول حاجة إحنا قلنا properly aligned condyle disc assembly. يبقى نشوف الديسك بيبقى aligned إزاي، وضعه إيه على الإيه الكوندايل. هنا الأول نقول شوية أناتومي بسيطة كده عشان نذكركم بيها. دي الفص هي. دي ميديو لاترال سيكشن في الفص، ميديو لاترال ايه سيكشن. هنا ميديالي
ناحية جوه يعني، وهنا ايه لاترالي، لاترالي ناحية التشيك زي ما انتم شايفين. الفصة ايه تريانجولر هنا، السوبير ده السوبيريور وول بتاع الفصة، وده الميديال وول. سوبيريورلي وميديالي في سيك كومباكت بون، سيك ايه كومباكت بون، عشان قلنا لازم هيتحمل الكومبريسيف لودنج. هنا الكوندايل زي ما انتم شايفين عشان يبقى فيت في الفصة برضو ايه كونيكال ان شيب، كون ان شيب. الكوندايل هنا ده الميديال سيرد، بنقول عليه الميديال بول. يعني انا ما اقول الميديال بول اقصد الميديال سيرد اوف ذا كوندايل اللي هو الجزء ده. طيب اما اقول لاترال بول، لاترال بول هما اللاترال تو سيرد اللي هما ناحية بره. طيب لو عملنا سيكشن بقى في الديسك والكوندايل في اللاترال بول، هنلاقي الديسك واضح شكله ايه، ده انترو اهو، ده انترو بوستيريور سيكشن او ساجيتال سيكشن، يعني من انترو بوستيريور او ساجيتال. هنا ده الكوندايل، هنا الديسك، هتلاقي الديسك ايه انتيريور للكوندايل، ده في اللاترال ايه بول. يعني عملنا سيكشن في اللاترال بول، هنا هنلاقي الديسك انتيريور تو ذا كوندايل. طيب اذا عملنا سيكشن في الميديال بول اللي هو ميدل سيرد، الميديال بول اهو الميدل ايه سيرد، هنلاقي الديسك سنتر اباف ذا ايه كوندايل. طيب برضو عشان بعد اناتومي انتوا عارفين ان الديسك هنا بيبقى من قدام ممسوك بالسوبيريور هيد بتاع اللاترال تيروجويد ماسل، وبوستيرورلي بالايه بالريترو ديسكال تيشو. واحنا عارفين ان الديسك ده نون انيرفيتد ونون فاسكولارايزد، فيقدر يتحمل كومبريسيف لودنج كويس. لكن لما يحصل ديسك ديسبليسمنت، يعني الديسك يطلع لقدام، يبقى اللود كله على الريترو ديسكال تيشو. الريترو ديسكال تيشو ديت هايلي انيرفيتد، فيبقى ايه بينفول، يبقى فيه بينفول. ده بعد الاناتومي عشان باي ذا واي واحنا شغالين هنبتدي نحتاج الكلام ده. ده الميديال بول وذا كوندايل، بنقول سيلف سنترد. سيلف سنترد يعني الكوندايل سنترد على الديسك، سنترد على الكوندايل بايه؟ بالريترو ديسكال تيشو اللي هي ماسكاه من ورا، واللاترال تيروجويد ماسل اللي هي ماسكاه من قدام. واحنا شرحنا الكلام ده في الايه في المانديولار موفمنت. يبقى الكوندايل في الميديال بول يعني الميديال سيرد اوف ذا كوندايل، الديسك ايه سنترد فوق الكوندايل، وسيلف سنترد عشان ممسوك من ورا بالريترو ديسكال تيشو، ومن قدام بالايه بالماسل السوبيريور هيد بتاع اللاترال تيروجويد ماسل. يبقى احنا شرحنا العلاقة بين الديسك والكوندايل. هنشوف بقى الاتنين البوزيشن بتاعهم فين بقى، احنا بنعتبرهم كوان يونت. هنا الديسك والكوندايل in most centriculation in the most superior position. most superior position في ال upper most position. طب ليه most superior position؟ هنا الكوندايل في تو، قلنا اتكلمنا عن الانتاجونيستيك اكشن اوف ماسل قبل كده. هنا اللاترال تيريجويد الانفيريور هيد اوف ذا لاترال تيريجويد ماسكه الكوندايل، وهنا الاليفيتور ماسلز ماسكه الايه ترفع الكوندايل لفوق، واللاترال تيريجويد تعمل بروتروجن للمندبل. فعشان لازم عشان نوصل للسنتكريشن لازم اللاترال تيريجويد ماسل يحصل لها ريليس، يعني تبقى احنا قلنا انتاجونيستك يعني دي تشتغل دي تبطل، يعني الاليفيتور عكس الايه اللاترال تيروجويد الانفيريور هيد اوف لاترال تيروجويد. فعشان نعمل نوصل للسنتيفليشن لازم اللاترال تيروجويد ما يبقاش فيها سباز، تبقى باسيف، وبعدين الاليفيتورز ماسل تشد الايه الكوندايل ابورد اجينست الايمينيشن. يعني الكوندايل والديسك بيتحركوا على الايميننس، هنا شايفين الكوندايل والديسك بيتحركوا على الايه الايميننس، والايمننس انتوا عارفين ان هو ايه كونفكس، فبيبقى سهل جدا انه يزحلق على الايمننس
برضو اللوبريكانت بتاع السينوفيال فلويد بيساعد في الايه سليبج اوف ذا كوندايل ديسك اسمبلي اون ذا امينيس. نشوف هنا الماسلز اوف ماستيكيشنز، عندك السوبيريور ماسيتر ماسل بول ذا كوندايل ايه ابورد اند ايه فورورد، تخلي الكوندايل ابورد اند فورورد، فتحرك تخلي المندبل في ابورد اند فورورد، فالكوندايل بيتحرك ابورد على يزحلق على الايمينانس ويطلع لموست سوبيريور ايه بوزيشن، والفورورد دايركشن ده بيخليه ان كونتاكت على طول بالايه بالايمينانس. هنا الديب فايبرز بتاع ماسيتر ماسلز هي بول المندبل ابورد اند سلايتلي باكورد، برضه بتاع الليفيتور ماسل بترفع المندبل للسنتركليشن. هنا الميديا لاترال تيروجويد دايركشن اوف بول ابورد اند فورورد، بتحرك الديسك الكوندايل على الايمينانس ان كونتاكت الايمينانس. وكذلك التيمبوراليز ماسل فايبرز هي البوستيريو فايبرز بس بتشدوا الايه لورا شويه، بتعمل ريتروجن للكوندايل. فدي الاليفيتور ماسلز بتشتغل كلها ترفع الكوندايل للموست سوبيريور بوزيشن، فمفيش حل يعني، الكوندايل مش هيبقى معلق في الهواء، لازم هيبقى ان كونتاكت بون ويطلع لغايه لاقصى حاجه فوق، بس شرط عشان كده لازم يحصل ريليس لاترال تريبويد ماسل سبازم. اجينست امينيشيا، اجينست امينيشيا اي بايو ميكانكس اي جوينت في الدنيا بيبقى فيه كونتاكت بتوين تو بون، مفيش جوينت بيتحرك لوحده يعني، لازم تو بونز اوبوزنج اتش اذر وان كونتاكت اتش اذر. هنا التمبرو مانديبولار جوينت يونيك ان ذيس فيتشر، ان هو في ديسك بين التو بونز، يعني عندي كوندايل ده بون والايمينانس بون او الفوسا بون وعندي الديسك، فاحنا بنعتبر الديسك والكوندايل وان يونت والايمينانس او الفوسه انذر بون، يبقى لازم يبقى فيه كونتاكت بين بون وبون. وزي ما شرحنا في الماسلز كل البول بتاع الاليفيتور ماسلز ابورد اند ابورد اند فورورد، يبقى عشان تعمل تايت كونتاكت يبقى ان كونتاكت على طول، يعني ادي الكوندايل هيوا والديسك وادي الايمينانس، الماسل بول شدها لفوق والقدام عشان تبقى فيه كونتاكت على طول بين الايه كوندايل والديسك مع بعض والايمينانس مع بعض، يبقى لازم يبقى الموفمنت اجينست الايمينيشن. هنا الايمينانس انتيريور، يبقى لازم الكوندايل والديسك موست انتيريور، موست سوبيريور وموست ايه انتيريور. طيب ميد موست بوزيشن، ميد موست بوزيشن برضو الميديال بول بتاع الكوندايل احنا قلنا بترست بون سيج بون في الميديال وول بتاع الفصه، والميديال تيروجويد ماسل البول بتاعها ابورد اند ميديال، يعني زي ما شايفين اتجاه السهم ابورد اند ايه ميديال، بحيث تخلي الميديال البون ده الكوندايل ده ان كونتاكت الميديال وول، والناحيه الثانيه كذلك ابورد اند ايه ميديالي، يبقى في هنا كونتاكت البون وهنا كونتاكت البون. يبقى في السنتركيليشن الكوندايل ما يقدرش يتحرك ولا يمين ولا شمال، لان هنا كونتاكت ان بون والناحيه الثانيه كونتاكت البون، لو حب يتحرك كده البون اللي هنا ايه هيمنعه، لو حب يتحرك الناحيه دي البون اللي هنا ايه هيمنعه، فيبقى في السنتركيليشن مفيش موفمنت ايميديت سايد موفمنت. ده كلام داوسون يعتقد ان مفيش ايميديت سايد شيفت في السنتركيليشن، لكن لو في سايد شيفت يبقى لازم السنان تبعد لبعض شويه، الكوندايل يتحرك داون وورد فورد داون وورد شويه عشان يقدر يسافر. طيب لو في لاترال موفمنت والسنان عامله انتركاسبيشن هنا الابر واللور تيس، ايه اللي هيحصل؟ اللاترال موفمنت هتخلي السنان ديت اللور تيس تتحرك لينجوالي، بمرور الوقت هيحصل اورثودونتك موفمنت اللور تيس لينجوالي، فطبعا لازم الاول عشان يبقى فيه ايميديت سايد شيفت او لاترال موفمنت يبقى لازم البيشنت الكوندايل يتحرك لتحت شويه ويحصل سيبريشن للسنان، وبعد كده يبتدي يحصل ايه الايميديت سايد شيفت.
كوندايلر بورز ان سنتريك ريليشن. احنا قلنا هنا الكوندايل في ميديال بول وايه لاترال بول. الميديال بول هنا في الايه في الايبكس بتاع الفص، واللاترال بول في الحته اللي هي الواسعه. طيب الميديال بول بيعمل روتيشن، بيور روتيشن حوالين الهنج اكس. احنا قلنا قبل كده ان الكوندايل بيعمل بيور روتيشن اراوند ذا ترانسفيرس هنج اكسس when the patient opening open and close from centric relation to maximum hinge opening about 2 to 2.5 سنتيمتر. يبقى يفتح ويقفل في centric relation والكوندايل في centric relation و opening about 2.5 سنتيمتر، واللي بيحصل روتيشن دي حوالين الميديال بولز، ده ترانسفيرس هينج اكسس حوالين الميديال. طيب اللاترال بولز بيحصل فيها، لا بيحصل فيها ترانسليشن، ترانسليشن اب اند داون زي الويند شيلد ويبر اللي هي مساحه ازاز العربيه تتحرك اب اند داون عشان تعمل سبريد للساينوفيال فلويد عشان تعمل لوبريكيشن للتي ام جي. قلنا السنتركيليشن او الكوندايل بوزيشن ريسبكتيف ريسبكتيف تو توز بوزيشن اور فيرتيكال دايمنشن. الجو ريليشن هي او السنتركيليشن ريليشن بتوين جو، نو ريليشن بتوين تيز، يعني السنان ملهاش اي دخل في الايه في السنتركيليشن. السنترك اوكلوجن هي اللي ماكسيمم انتركاسبيشن بتوين ابر اند لور تيز، هي دي اللي بيحددها السنان، ولكن اللي بيحدد السنتركيليشن المسل اكشن. واحنا قلنا قبل كده ان الانسان يقدر يفتح بقه ويقفل ويعمل روتيشن حوالين الهنج اكسس في المساحه دي من السنتركيليشن لغايه الايه الماكسيمم هنج اوبننج حوالي 2 سم ونص، 2 ل 2 سم ونص اللي المساحه دي. يبقى في الحاله دي نقدر نغير الفيرتيكال دايمنشن، يبقى الكوندايل لو هو هنا فاتح في الماكسيمم هنج بيبقى لسه برضه الكوندايل في السنتركليشن ما اتحركش فورورد ولا داونورد. طب لو هنا قفل شويه برضه الكوندايل مازال في السنتركليشن لغايه ما يقفل خالص، الكوندايل مازال ايه في السنتركليشن. يبقى عندي المساحه دي كلها الفيرتيكال دايمنشن مختلف ولكن الكوندايل مازال ايه في السنتركليشن. كان التعريف القديم للسنتركليشن اللي هو الايه الموست روترودد بوزيشن، الموست ايه روترودد بوزيشن. الموست روترودد بوزيشن دلوقتي تشينجز زي ما انتم شايفين، بقولنا الابر موست وموست انتيريور يعني لازم يبقى عامل كونتاكت في الايمنس. والتعريف الجديد ده موجود في الجلوسري اوف اورثودونتيك تيرمز، لو انتم شفتوها هتلاقوه موجود، وموجود في الداوسون وفي ايكوسون يعني ريفرنس بوك كبيرة في الاوكلوجن. هنا بدليل ايه بقى؟ ان احنا لو عملنا الفورس باكورد فورس على الكوندايل هتبص تلاقي الكوندايل ممكن يتحرك باكورد، بس مش باكورد دايركت، لازم داون وورد شوية، لازم ينزل لتحت شوية وباكورد حوالي 1 ل 2 مللي، يعني مساحة مش كبيرة. يبقى احنا لسه عندنا المساحة ان الكوندايل يتحرك فيها، فلذلك السنتركليشن از نوت موست روتد، هي ماسل اكشن بروديوسد باي ماسل اكشن وابر موست ميد موست اند موست انتيريور ان كونتاكت للايمينيشن. ذا بوني سبورت اوف ذا ميديال بول، هنا الميديال بول زي قلنا قبل كده ده الميديال بول بتاع الكوندايل، بيبقى هنا البوني سبورت هنا هايلي كومباكت بون سيك كومباكت بون وهنا سيك كومباكت بون، يبقى بحيث ان هو يتحمل اللودنج، يعني عملنا اي لودنج هنا على الكوندايل يقدر يتحمل الفورس. اذروايز لو مع الكلوزال فورس العالي قوي، لو البون ده مش كومباكت ومش انتاكت، ممكن يحصل فراكشر في الفصه هنا ويحصل مشاكل كبيره. طبعا يبقى هنا البوني سبورت، وهنا بيخلي الايبكس برضو البوني سبورت هنا كومباكت بون
بحيث ان الكومبايل ما يقدرش يتحرك ايه ميديالي زي ما احنا قلنا دلوقتي. inferior lateral pterygoid muscle release، لازم اللاترال بتريجويد قلنا لازم يحصل لها ايه ريليز عشان يحصل كونتراكشن، يحصل اليفيشن للكوندايل في السنترفيج. يبقى هنا الانفيريور هيد، احنا قلنا السوبيريور هيد هي اللي ماسكه الديسك، لكن الانفيريور هيد ماسكه في الايه في الكوندايل. لازم تبقى دي باسيف، اللاترال تريجويد تبقى باسيف، احنا قلنا انتاجونستيك اكشن، وبعدين الاليفيتور تبقى اكتيف تعمل بولينج الايه الكوندايل. يعني اللاترال ترجويد دي اكتف هتشد الكوندايل والديسك اللي تحت داون وورد اند فور وورد على الايمنس، يحصل بروتروجر للايه للكوندايل. يعني ديت اللاترال ترجويد هي المسؤوله عن البروتروجر وعن الرايت وليفت لاترال موف. فهي ما تبقى اكتف بتعمل بولينج الكوندايل والديسك على الايمنس داون وورد اند ايه فور وورد. هنا اللي لازم تبقى تي نيجاتيف ودي ايه بوزيتيف اكتف. طيب اما العكس بقى ما يحصل بروتروجن يبقى دي تي اكتف ودول ايه والاليفيتور بوزيتيف، يشتغلوا عكس بعض لازم. تي ام جيز اكسبت لودنج، هنا احنا عملنا بعد ما نعمل ريكوردنج للسنتريكيليشن لازم نعمل لودنج للكومبايل للتو كومبايل. اما نعمل لودنج بنعمل لودنج بالهاند بحيث نعمل فورس ابورد فورس على الايه الكوندايل. لو ما فيش اي بين او تندرنس احنا قلنا اما يقبل الديسك في اللايند مظبوط الديسك نون انرفيتد فمش هيحصل اي بين او تندرنس مع اللودنج. طب افرض الديسك قدام والكوندايل مش في السنتركليشن، يبقى هنا الكوندايل هيبقى يعمل بريشر على الريترو ديسكال تيشو واللي هي هايلي انرفيتد ويعمل بين سيفير بين. يبقى انا لو ما عنديش لو انا في حصل بين يبقى حاجه من الاثنين، يا اما الكوندايل مش في السنتركليشن يا اما انا عندي مشكله في ديسك ديسبليسمنت في التي ام جي، والكلام ده هنشرحه بعدين بالتفصيل. significance of centriculation، ايه اهميه centriculation؟ centriculation is a repeatable recordable and reliable position. قلنا centriculation point مش area. point بمعنى ايه؟ يعني الكوندايل وهو في الموست في الابر موست بوزيشن وموست انتيريور بيبقى لوكد في المكان ده، بيبقى والايبكس بتاع الكوندايل في الايبكس بتاع الفص بيبقى لوكت. لوكت بمعنى ايه؟ يعني ما يقدرش الكوندايل ولا يتحرك لقدام هوريزونتال يعني، ولا يتحرك لورا ولا يتحرك لفوق، خلاص وقف باترسد باي بوند. عشان يتحرك لازم الاول يتحرك هو الكوندايل والديسك يتحرك على ايمننس داون وورد شويه. لما يتحرك داون وورد ممكن بقى داون وورد فور وورد او ممكن باك وورد زي ما احنا قلنا، او يعمل رايت او ليفت موفمنت. يبقى السنتركليشن بوينت نوت ان اريا، هنا بيقبل الايبكس بتاع الكوندايل لوكد في الايبكس بتاع الفص، ولا يتحرك فوق ولا تحت زي ما انت شايفين لوكد ان بوزيشن، ولا ميديالي ولا ابورد ولا داون وورد هوريزونتالي في اي اتجاه. لازم عشان البيشنت الكوندايل يتحرك لازم يبقى داون وورد اند فورد. فبالتالي هي بوينت وكان بي ريكوردد، واحنا كلنا بنعمل ريكوردنج للسنتركليشن ومعروفه وريبيتابل، يعني احنا نقدر نعمل ريكوردنج للسنتركليشن 1000 مره هتطلع هي السنتركليشن مش هتتغير. حتى سواء في سنان ما فيش سنان هي بوينت نوت اري. فعشان كده السنتكليشن رايبل بوزيشن. في واحد يقول لي طب ما انا هعمل سنتكليشن اللي هو وجع دماغ العيان بيعمل بروتروجن واعمل له مثلا كومبليت دينشر ان بروتروجن، ايه المشكله يعني؟ اقول له لا، البروتروجن هيعمل بروتروجن مره 2 مللي
مرة نص ملي، مرة 2 سنتي، 3 ملي، 4 ملي، 5، مرة يمين مرة شمال. ما هيش ريبيتابل، يعني ممكن بوزيشنز كتيرة في أي مكان، لكن المكان الوحيد اللي هو ريبيتابل بيبقى هي السنتيفليشن. Centriculation is a functional position. كمان Centriculation احنا بنتكلم عن المضغ والعيان لما يجي يبلع، لكن في Centriculation بيستخدمها في البلع، وخصوصا في البلع امبتي ماوس، يعني العين الواحد بيبلع كم مرة مع الأكل، مرات معدودة، لكن بيبلع ريقه عدة مرات في اليوم، يعني multiple swallowing. ف كل مرة يبلع ريقه يرجع الكوندايل للسنتريفيليشن. يبقى ده فانكشنال بوزيشن، ويبقى كومفورتابل ايه بوزيشن. كمان نعمل دياجنوزس للايه، للاوكلوزال بروبلم، يعني لازم نعمل ريكوردنج للسنتريفيليشن، ونعمل ماونتنج المانديبولار كاست للسنتريفيليشن، وبعدين نبتدي ايه هنا الكوندايل في السنتريفيليشن، نبتدي ندرس بقى نشوف الاوكلوزال بروبلم ايه عشان نعمل adjustment occlusion او نعمل reorganization في الاوكلوجن، ونشوف ايه السبب الاوكلوزال تروما اللي موجوده، وازاي نعمل equilibration على الاوكلوزال equilibration على الكاست، وبعد كده في البيشنت ماوس. يبقى السنتريكليشن تساعدنا repeatable position و recordable، ونقدر نعملها recording ونقل على الارتكليتور، ونقدر نشخص الدياجنوزس الاوكلوزال بروبلم. هنا في الاوكلوزال ماكسيمم انتركاسبيشن او سنتريك اوكلوجن، هتلاقي الكوندايل والديسك شويه قدام، مش في الابر موست بوزيشن، شويه داون وورد اند ايه فورورد. طبعا ده بيبقى هابيتوال، العيان بيقفل على طول هابيتوال اوبننج اند كلوزنج. طيب لو عملنا السنتريك ليشن يبقى الكوندايل بيبقى فوق ابورد اند ايه هنا. هنا عشان يبقى habitual position يبقى لازم اللاترال ترجويد تبقى active positive هي بلس، تبقى اللاترال ترجويد الانفيريو لاترال ترجويد تسد الكوندايل داونورد اند فورورد عشان يقفل في الماكسيمم انتركاسبيشن. ولكن هنا في السنتركليشن لازم تبقى المسل دي نيجاتيف، والاليفيتور ماسلز هي اللي تشد الايه الكوندايل ابورد. شوف هنا الاوكلوزال كونتاكت ازاي مع السنتركليشن، هتلاقي الكونتاكت متركز ورا في البوستيريوريتيز، ويبقى هنا اوفر لودنج على البوستيريتيز، يبقى دي اللي احتاج لازم سيلكتيف جرايدنج عشان نظبط الاوكلوجن ونحاول نحافظ على التي ام جي. هنا في الماكسيمم انتركاسبيشن زي ما انتم شايفين السنان الماكسيمم انتركاسبيشن الكوندايل اتحرك داون ايه وورد اند فورورد، واللاترال بترجويد شغال عشان تشد الكوندايل داون وورد اند فورورد. هنا في السنتركليشن الاليفيتور هي اللي شغاله بتشد الكوندايل ابورد في الايه للسنتركليشن. فتخيل بقى الانسان اللي هو نون كونسيدنس اوف سنتركليشن اند ماكسيمم انتركليشن، احنا بيحصل حاجه اسمها سلايد ان سنترك، سلايد ايه ان سنترك. هنا عشان العيان يقفل في السنتركليشن لازم الاليفيتور ماسل تبقى بوزيتيف خلاص اهي شغال. طيب عشان يقفل في السنتركلوجن اللاترال تيروجويد ماسل تشتغل بوزيتيف، فيبقى في هنا ان كوردينيشن بين الماسل. احنا قلنا لازم الاثنين يشتغلوا عكس بعض، ولكن كل مره العيان يجي يقفل بقه اللاترال تيروجويد عايزه تقفل ماكسيمم انتركستيشن هابيتوال بوزيشن، وفي كل مره عايز يبلع ريقه عايز يقفل في السنتركليشن، يبقى يعني الاليفيتور ماسل شغال. فدي شغالين ودول يعني بدل ما يشتغلوا اجينست ايتش اذر الاثنين شغالين في نفس الوقت، فمع الريبيتيشن بيحصل ماسل سبازم وبين. طب هل كل عيان مفيش نون كوانسيدنس في السنتركليشن والسنتركليشن بيحصل ماسل بين؟ لا طبعا مش كل عيان، لان في ادابتيشن، مش كل الناس يعني، لان بيحصل في ادابتيشن، في كمية ادابتيشن الانسان بيتعود عليها، وبيتعود على ايه يقفل على طول في الايه في الماكسيمم انتركزبيشن.
طيب لما يحصل مسل انكوردينيشن ومسل سبازمو بين بنسميها اوكلوزو مسل بين او اوكلوزو مسل ديس اوردر. والاوكلوزو مسل ديس اوردر ده الموست كومن ديس اوردر في التي ام جي، يعني بيمثل 70% من البين في التي ام جي. ما فيش تي ام جي سليم، ولكن هو في التمبورومانديبيولار ديس اوردرز يمثل 70% منها، لان هو بيبقى فيه ماسل سبازم وبين، لكن ما فيش اي ديريمينجمنت او ديس اوردر في الجوينت نفسه، هيبقى البين من الماسل. changing the vertical dimension in the article. احنا قلنا زي ما قلنا ان الكوندايل في السنتريك ريليشن، لكن بيعمل ايه؟ بيعمل بيور روتيشن المساحه دي. فاحنا نقدر نغير الفيرتيكال دايمنشن على الارتكيوليت، يعني انا عملنا انتر اوكلوزال ريكورد، وبعدين عملنا ماونتنج المانديبولا كاست، وشيلنا الانتر اوكلوزال ريكورد وقفلنا الارتكيوليتور، ما يحصلش تشينج في الكوندايل بوزيشن اللي هو في السنتركيوليشن. ادابتد سنتريك بوستشر، هنا كلمة ادابتد بقى ايه؟ يعني هي سنتريك وبوستشر وادابتد، او سنتركليشن وادابت. ادابتد يعني ما هيش سنتركليشن، يعني مش بنفس الكرايتيريا اللي احنا قلناها. بيحصل ازاي ادابتد؟ يعني حصل تي ام جي ديس اوردر وحصل بين، وبعدين بدأ يحصل ادابتيشن، وبعد الادابتيشن نوصل للادابت سنتر بوشر وما يبقاش فيه بين. طيب ايه الحالات اللي ممكن يحصل حاجه زي كده؟ في انترا كابسول بوشر زي حصل الديسك ديسبليسمنت. الديسك احنا قلنا المفروض بيبقى على الكوندايل هنا او انتيريور، او يبقى الديسك كله اتحرك بقى قدام، حصل ديسك ديسبليسمنت. فهنا اللاترال بول بس اللي حصل له، لكن الميديال بول الكوندايل في مكانه ماسك الايه الكوندايل. ففي الحاله ديت مرور الوقت الكوندايل هيبتدي ياخد يتعود على الوضع ده، واللود كله يتحمل على الميديال بول، والالم يروح اللي هو هنا الكوندايل داخل ريترو ديسكال تيشو، ريترو ديسكال تيشو الالم يروح، ويبقى ادابتد سنتريك بوستشر. خلاص هنا كومبليت ديسك ديسيميشن، يعني اللاترال بول والميديال بول حصل لهم طلعوا قدام، حصل لهم كولابس، بقى على طول بون تو بون ايه كونتاكت، بون تو بون كونتاكت ويز فورميشن اوف سودو ديسك. هنلاقي بيحصل شويه فايبروزس هنا، فايبرستيشن حوالين فوق الكوندايل، وتبقى زي سودو ديسك، وتريبليس الريترو ديسكال تيشو اللي هي هايلي انرفيتد، فايبرستيشن نون انرفيتد، وتحمل عليها الكوندايل ويبقاش في ايه بين برضه. او ممكن يحصل بيرفوريشن للريترو تيسكال تيشو، يبقى في كونتاكت على طول بين البون هنا والبون هنا. يعني احنا هنا عملنا حقن داي في التي ام جي، شايفين الداي هنا هو فوق والداي تحت اللي هي السودا دي داي، وهنا داي. ليه؟ لان حصل بيرفوريشن في الريترو تيسكال تيشو، وبون كونتاكت تو بون على طول، ومبقاش في بين، ومرور الوقت البين يروح، ويبقى الحاله دي اسمها ادابتد سنتر بوستر. يعني احنا مش في سنتر كليشن عشان هنا مفيش ديسك، بس اسمها ادابتد سنتر بوستر. وممكن بقى نبتدي نعمل شغلنا على هذا الاساس، ان هو نعالج الاوكلوجن ونعمل اوكلوزال اكوليبريشن، او نعمل البروسيس بتاعي. طيب الكاركترستكس بقى بتاعت الادابتد سنتريك بوستر، كوندايلز ار كومفورتابلي سيتد ات ذا هايست بوينت اجينست ذا اكزامينيشن. يبقى الكوندايلز هنا لوحدها، ما قلناش كوندايل ديسك اسمبلي، لا الكوندايلز بس لوحدها زي ما انت شفت في السؤال اللي فاتت، اجينست ايه في الابر موست بوزيشن واجينست ذا اكزامينيشن. ذا ميديال بول ويتش كوندايل از بريست باي بون، الميديال بول بريزد باي ايه؟ باي بون زي ال ابورد وميديالي زي ال، بس كان الاول كوندايل ديسك ده، لا الميديال بول بتاع الاتش كوندايل. انفيريور لاترال بتروجويد ماسل هاف ريليزد كونتراكشن اند باسف، لازم الانفيريور ماسل كونتراكشن
يعني في الابر موست بوزيشن ده يبقى في ريلاكسيشن للايه لاترال ميدل جوينت مثلا عشان نوصل للايه للابر موست بوزيشن. الكوندايل تو فوسا ريليشن شيب مانجربل ستيبل، يعني الكوندايل والفوسا ريليشن ستيبل، وممكن نبتدي نشتغل بعد كده. قلنا نعمل ريكوردنج لها وزي سنتيفليشن بالظبط بنفس الطريقه، وممكن بعد ما نعمل لها ريكوردنج نعمل لود تيستنج وريديوس نو سايدز اوف تنشن او تندرس. يعني لما نعمل لود تيستنج ما فيش اي ساينز اوف تندرنس اور بين. تو سامرايز بقى، السنتريك ريليشن هي الريليشن between the upper and the lower jaw when the condyles in the upper most position في أعلى حاجة، الكوندايل والديسك الاتنين مع بعض كوندايل ديسك اسيمبلي in upper most position against ايه زي examination يبقى most anterior. الديفينيشن القديم اللي هو most posterior اتغير، most posterior ممكن لو احنا عملنا بوشنج للمندبول ممكن ينزل شويه الكوندايل ينزل داون وورد اند فورورد. وقلنا السنتريك ريليشن دي بوينت نوت اريا، كان زمان في بيليف انها اريا، وبناء على انها اريا ان هو كانوا بيعملوا فريدم من سنتريك، فدلوقتي مفيش فريدم من سنتريك، هي ايه بتبقى وان بوينت، فنقدر نعمل لها ريكوردنج ونقدر نعمل لها ترانسفير على التكريتور ونقدر نعمل ماونتنج الماكسيلر كاست. يبقى سنتر كليشن ابر موست بوزيشن اجين الزيمنيشن، وقلنا نقدر نغير الفيرتيكال دايمنشن ونقدر نعمل تريت اوكلوزال تريتمنت بناء على السنتر كليشن، ونقدر نعمل بروستيك البروسيس بتاعتنا في السنتر كليشن. يبقى هذا السنتريك ريليشن اهم هوريزونتال جو ريليشن، لازم نعمل لها ريكوردنج اكوريتلي ونعمل ترانسفير لها على الارتكليتور وماونتنج للمانديبولار كاست. ان شاء الله المره الجايه نشرح ازاي نعمل لها ريكوردنج وازاي نعمل لها ترانسفير على نعمل لها ريكوردنج وازاي نعمل لود تيستنج للسنتريك ريليشن. نشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.